بين الأسرة والمدرسة. نعم. ولدينا منهاج أو وسائل تربوية تركز على التحصيل. نعم. نقطة. نعم. طيب دكتور ذوقان، من فترة كنا بنقول المناهج والمناهج، اليوم هناك من يتهمكم أنتم من دعوتم إلى تغيير المناهج أنكم يعني بسبب تغيير المناهج والدعوات إلى تغيير المناهج انهارت المنظومة القيمية التعليمية، فصار الأولاد يطخوا بعض. لو ظلت لليوم القراية على زمن أول وبدون اللي بتحكوه أنتم، كان الطلاب منضبطين أكثر. يعني أرجو أن لا تحملني مسؤولية لا يحدث لا. لا. لكن بشكل عام أنا قضية العنف ما بحكي فيها حكي تقليدي أنه يجب على الآباء ودور الأسرة ودور مش عارف شو. أنا شخصت من هو الطالب العنيف. نعم. فلما أشخص من هو الطالب العنيف بقدر يعني أحل أو أقدم مقترحات لتقليل العنف كذا. طيب من هو الطالب العنيف؟ الطالب العنيف هو شخص يمتلك تضخما فائضا في تضخم الذات، ويشعر بأنه أقوى من الآخرين، ويكون هذا التضخم أو الفائض في التضخم على حساب نقص هائل في تقدير الآخر واحترام الآخر. فإذا أنت لما تكون شخص قوي جدا ولا تعتبر الطرف الآخر بمثل قوتك، فبدو يصير يعني إذا أواني مستطرقة أنه بدو بتوزعش بالتساوي. نعم. الشغل الثاني، العنيف يمتلك فائضا في القوة العضلية، يعني عنده عضلات قوية مقابل نقص هائل في القوة الأخلاقية. هلأ القوة العضلية ليست مشكلة، لكن القوة العضلية مع نقص القوة الأخلاقية تصبح يعني أنه ما في رادع، يعني زي دولة عظمى بتعربد على لأنه مش صحيح، لأنه فيش منظومة أخلاقية. أخلاق. ثلاثة، يعني عنده فائض في الرغبة في التنافس والتفوق على الآخرين العنيف، مقابل نقص هائل في منظومة التآزر والاحترام للآخرين. فشخص عنده رغبة في التنافس والتفوق وما عنده يعني نزعة للتآزر والعمل الجمعي مع الآخرين. نعم. العنيف عنده، وأنا بحكي من خبرتي يعني مش من الكتب، العنيف عنده انتماءات فرعية قوية على حساب نقص هائل في الانتماءات الوطنية، عشيرة حال. نعم. العشيرة، الحزب، الجماعة، العصابة، يعني عنده يعني فائض في انتماءات فرعية مقابل نقص هائل في الانتماءات الوطنية. عنده صلابة، فائض في الصلابة، صلابة المعرفية، عنده معرفة محددة يعتقد أنها حقيقية جدا 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 ولا يمكن أن يأتيها الباطل كذا، خاصة إذا ربطها بنفس الدرجة بنفس، يعني ما بيعتمدش على صوابيتها، هو بيعتمد على قناعته، على قناعته، لأنه مادة صلبة، عنده إطار صلب أو فائض في الصلابة دون وجود أي سيولة تجعله يأخذ ويعطي. نعم. أو يمتد مع الآخرين.